طبعا أصبح من الواضح أن المشكلة الأساسية في الطعام والصحة هي الارتفاع السريع في سكر الدم. هذا الارتفاع أو الشوغر سبايك بالإنجليزية هو العدو الذي سيخفض طاقتك ويزيد من كآبتك وسيشعل الالتهابات التي تسبب الشيخوخة وكل الأمراض الأخرى. طيب خلونا نروح للسوشيال ونشوف نصيحة خالد حول علاقة ترتيب تناول الوجبات بنسبة السكر في الدم. نفس الوجبة لكن نتائج مختلفة، كيف؟ عادة نركز وايد على شو ناكل وشو ما ناكل وما نتساءل عن كيف ناكل. الترتيب في الأكل له تأثير كبير على ارتفاع مستويات السكر وكذلك الإنسولين، فالترتيب الأصح أن نبدأ بالألياف وبعدين البروتين والدهون ومن ثم النشويات والسكريات، بعدها بتحسوا بشعور أفضل مقارنة بتسلسل مختلف وبتستمتع بالحلويات وبدون حرمان. طيب إليكم ما أكثر ثمانية أطعمة تسبب هذه الظاهرة. أولاً المشروبات، وأيضاً عصير الفاكهة، ولا يعتقد أحد أن عصير الفاكهة صحي، صح ولا لا يا ريان؟ أكيد أكيد يا ريم، وأنا حواصل على طول بعد المشروبات وعصير الفاكهة. سنتحدث عن يعني شيء ثالث إليكم، أشهر أطعمة يعني تسبب هذه الظاهرة المشروبات وأيضاً عصير الفاكهة. لا يعتقد أحد أن عصير الفاكهة صحي. سنتحدث عن فاكهة واحدة محببة جدا، البعض يقول أنها ألذ فاكهة على الإطلاق، وهنا نتحدث عن المانجو، وبالفعل المانجو من أكثر الأطعمة المسببة لارتفاع سكر الدم. ثالثا مادة يعتقد كثيرون أنها صحية، وهنا نتحدث عن العسل، يبدو أن العسل أيضا يحظى برصيد سلبي فيما يتعلق بسكر الدم. رابعا السكر المستخرج من قصب السكر، طبعا مهما كان لون السكر وسلبي يعني أو سيء. خامساً الكانديز، معشوقة الأطفال، أخرجوها من حياتكم بحسب خبراء التغذية. سادساً النشويات المكررة، يعني المعكرونة البيضاء والخبز الأبيض، هذه المنتجات تمت إزالة الألياف منها وبالتالي هي مثل السكر. سابعاً بعض الخضروات العالية النشويات، ونذكر خصوصاً منها البطاطس والبازلاء. وأخيراً المأكولات السريعة على كل أنواعها وعلى جميع أنواعها. وأنا بستعرض في المأكولات، ريم بتقول يا سلام. لا يا سلام، يعني خلاص ما ناكل شيء، نشرب مويه وننام، ما يعني ما نسوي ولا شيء في حياتنا يعني صراحه يا ريان. المنقحه احبها واكلها وكل شيء صراحه. انت مش ضروري على هاي الخبريه، بدي ابعث لكم فيديو بعدين بيحكي عن انه ما رح ناكل شيء اخر. شكرا لك يا ريان على هذه الاطعمه اللذيذه صراحة. خلينا نرحب بالاستديو الدكتورة منال علي أحمد، اختصاصية التغذية العلاجية. يسعد صباحك منال. صباح النور. وأيضاً زميلتنا رهوية. يعني في هناك دراسة نشرت في تايم ماجازين، بدء اليوم بتناول قطعة من الخضار في الفطور يخفض مستوى السكر بشكل عام ويخفف من الشعور بالجوع طوال النهار. ما صحة هذه المعلومة؟ وهل بالفعل إنه المفروض إننا نبدأ بخضار أم نبدأ بالبروتين؟ هلا في اكيد في منها شيء من الصح وحسب العلم يعني والدراسات، ترتيب كيف عم ناكل يعني هي نبلش بالخضروات الالياف اكثر، بعدين بروتين ودهون صحيه، واخر شيء نشويات. طيب هيدا الشيء بيساعد انه ينظم مستوى السكر بالدم ويخلينا نشبع اسرع وما ناكل كميه نشويات اكبر. ولكن منا دائما براكتيكال عمليه، يعني مثلا اذا عندي انا سباجيتي مثلا ما فيني افصل الباستا عن اللحمة عن الخضرة اللي فيها، بس إذا كان بالإمكان فينا نعمل هذا الشيء. هذا لما نحكي عن الوجبة اللي رح ناكلها، بس إذا كان في بداية اليوم عم نحكي عن وجبة الإفطار واللي هي يمكن بتحدد شو للنهار كله بالضبط، شو وضع جسمنا للنهار كله، إحنا عم نعمل العكس تماما. حتى بكل ثقافات العالم يعني مش بس عنا بالثقافة العربية. شو نبدأ بالسكر أو بالحلو؟ لا في ناس يفطروا فول وبيض هيدا بس أكيد بيأكلوا مع خبز، صح؟ ياكلوا مع خبز. هلا الخبز افضل انه يكون اسمر اكيد، لانه هيدي النشويات الكامله بتساعد انه كمان تنظم مستوى السكر بالدم. بس انا رح اخبركم على اشياء بلكي كمان مثل هالهاكس هاي اللي بنعملها بحياتنا. يعني مثلا انا بقول لهم في شيء عم تسمعوا فيه، يمكن نحط النشويات بالبراد، بنقول لها ريتروجريديشن، يعني بنبردها ويكولت احسن. شفنا فيديوهات كثير عن هلا هي فكرة. بتساعد على فكره نفس الوحدات الحراريه، ولكن النشا اللي فيها بصير نشا معقد، ريزيستنت ستارتش، يعني كمان امتصاص السكر
بصير ابطا، فهذا الشيء بياثر كمان على ويقال انه افضل شيء انه من يعني نعمل للنشويات مثل الخبز نبردها فروزن وبعدين نعملها توستد. بس انا كان عندي سؤال كان نفسي اسال هذا السؤال لكل فيديو كنت اشوفه، بنحطه بالتوستر وهو فروزن ولا بنخليه تو ديفروست؟ لا بتبرديها شوي، بتخليها شوي تفك، بعدين بتحطيها بالتوستر، بتساعد شوي تخفف مؤشر الجلايسيمي. هون بنوصل للمؤشر الجلايسيمي للاكل. اذا كمان ما قادرين انه نفصل الفواكه الخضره عن هيدا او نعمل ترتيب للاكل، فينا نختار كمان نشويات مؤشر جلايسيمي قليل، هذا الشيء بيساعد كمان. دحين لو قلنا انه عندنا بعض المأكولات وابغاك ترتبيها لنا حتى لا يرتفع مستوى السكر في الدم، نبدا بايش؟ خلينا نشوفها. طيب عندنا البرتقالة، وعندنا قطعة خبز، وعندنا سلطة، عندنا صحن مشاوي، صحن أرز، وبيضة مسلوقة. وجبة متكاملة. كل هذا بوجبة. هلا هو أفضل إنه نكون عم نبدأ بالسلطة، أوكي؟ والهاك الثاني اللي بدي أقولكم إياه نحط عليها خل. اللي ما بده يشرب مي وخل مثلا، الخل اول شيء بيساعد بينزل مستوى السكر بالدم وبيحسس بالشبع اكثر. ما بيدوب الدهون؟ لا مش بهيدي، هي بنظم مستوى الكوليسترول اذا بدك، بس مش انه بيدوب الدهون، هي تلقائيا لما بخف اكلك بصير الجسم بيدوب. سلطه بخل، بعدين البروتين اللي هي البيضة. البيض والمشاوي مثلا، هلا مش ضروري ياكلوا بيض اذا في مشاوي، بس انه طالما موجودين مع بعضهم. بعدين الرز، اذا ما في رز اسمر، الرز الابيض معهم، السلطه مع البروتين بيكمش شوي نشويات، فامتصاص بصير ابطا. واخر شيء ياكلوا الرز مع اللحمه عاده. ايه مو هي حسب، اذا عم اقول لك اذا منا براكتيكال يعني عمليه، اهم شيء اختاري مثلا النشويات المعقده، يعني الباستا السمراء، الخبز الاسمر، اذا ما بنقدر انه نرتب بهي الطريقه. ضل اخر والفواكه اخر خبز شي. في خبز كمان. الخبز هلا انا دائما بنصح اذا في رز ما ناخذ خبز، بس انه اذا الرز والنشويات مع بعضهم يعني، بس انه ما ناخذ نوعين نشويات بنفس الوجبه. واخر شيء الفواكه، هيك الفواكه احسن ما تكون لحالها كسناك، ناخذها قريبه من الوجبه، بضل في مفعول الالياف والبروتين والدهون مثلا موجوده بهالوجبه، بتبطئ من امتصاص السكر. عشان هيك بنحلي عاده احنا بعد الاكل. الا في قريب. الا في بعض المدن بالوطن العربي، نابلس واحدة منهم مشهوره بالكنافه النابلسيه، بيبدوا فيها، بيبدوا بالكنافه. يا ساتر والله بيبدوا بالكنافه. بعدين هيك بصير عم ناكل كميه اكبر، انه تكوني جوعانه فبتاكلي طيب. احنا عملنا هذه التجربة مع الناس ونشوف اختياراتهم. خلينا نروح للعراق وشوفنا كيف الناس كيف يرتبوا الأطعمة اللي راح يتناولوها خلال وجباتهم. طبعا البرتقال وقطعة الخبز والسلطة والمشاوي والأرز والبيضة المسلوقة. نشوف. خلينا نشوف. الأكلات اللي تريد ترتبيها حسب الأولوية، شنو اللي تبدين بيها بالأكل وبعدين شنو تاكلين؟ بيض وخبز أكيد، عصير برتقال، للغداء اللي هي اللحوم والرز أكيد، وآخر شيء شنو عندنا؟ سلطة على العشاء يعني، أو ممكن تكون كسناك. نبدي بيض ووجبة الغداء يعني رز ممكن أو لحوم، والسلطة ممكن همنينة يعني ويا وجبة الغداء، أو ممكن تكون كعشاء. أنا أول شيء ريوق معجنات لأن ما أحب البيض، وأكيد الغداء لحوم وهيك أشياء، والعشاء خفايف. البيض أول شيء أول ما أقعد، سلطة أثناء الظهر يعني غدا، رز وياها يعني برتقال عصريات خلينا نقول، والمشاوي أو شنو هالمشويات هاي يعني بالعشاء. أبدأ بالبيض، وإذا أقدر جوز همينة وياها همينة آكل، والظهر سلطة وشوية تمن يعني اللي هو رز ولحم، وبالليل فواكه عشاية. العافية. بيض نباكل الخبز بعدين تمن والشوية اللحم. طيب السلطة والبرتقال وهي الأكل. انهم يفكروا انه لما يبداوا يومهم بعصير البرتقال هو انسب خيار، وانه شيء مره صحي جدا. شيء اخطر خيار هذا ممكن يكون. ليش؟ انه سكر سمبل شوجر يعني سكر بسيط، سبايك بعلي دغري السكر بالدم، بيعلى الانسولين بسرعه، بيوطي السكر بالدم، بنصير مثل رولر كوستر يعني على طول عم نجوع على طول عم نطلب سكر. فلا افضل نبلش بالبيض، ببروتين، زبادي يوناني مثلا، اذا وللبود بدنا معه السكر ممكن نحط بلوبيري توت مثلا، فراوله،
هيدي ممكن تكون جرانولا هيك جرانولا لو شوغر كمان هلا مش افضل خيار بس انه البروتين بيض الفول الحمص هيدي الخيارات كمان كتير بتشبع. يعني انا سؤالي اللي دائما يعني افكر فيه انه ليش يخاف الناس من ارتفاع السكر في الدم ودائما يقول لك خلينا نجرب هذه الاكلات ونشوف كيف بترفع السكر. طب ما يرتفع السكر، ما السكر لما يرتفع في الدم بيديني في سعاده بيديني نشاط. قبل الهوا قبل الهوا ريم كانت عم تسال وليه زعلانين اذا بيطلع السكر خليه يطلع. هلا ليكي يطلع معك حق صراحه بشغله اللي بحطوا لي الجلوكوز ميتر بيطلع بعد الاكل. هلا هيدا السبايك على المدى الطويل مش منيحة. يعني ممكن يصير يتراكم هالسكر بالدم يصير عندي سكري. إذا إحنا نتكلم هنا إنه يسبب السكر التراكمي ممكن يزيد. مزبوط. يعني أنا هيدا السكر اللي بيشوفوه كل دقيقة شو تأثير هالأكل صارت مرة مرتين ما في مشكلة، ولكن الدراسات انعملت على قصة ترتيب الأكل وشافوا مخزون السكر التراكمي إذا أنا عم بعمل ترتيب على مدى 3 شهور لأنه الكريات الحمر كانت 3 شهور، لقوا إنه صراحة ما في كتير وقت بهذا الترتيب إذا عم باكل هاي قبل هيدي 1% نسبة بس لقوا إنه وزنهم أقل عم بيكون إذا عم برتبوا. هذا هو التفسير العلمي لذلك. شكرا لك منال اختصاصية التغذية العلاجية. شكرا لوجودك معنا. شكرا راوية.